دكتورة محبات أبو عميرة، مساء الخير على حضرتك فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا. شفت اليوم إزاي النهاردة، وكمان الرد على الخاون المرتزقة اللي شككوا في منظومة التعليم في مصر وقال لك الطلبة وبتضيعوهم وضيعتوهم وهتعملوا فيهم وتسووا، والنهاردة مصر ترد على الأرض. طبعا القنوات الإخوانية والجزيرة المعادية لمصر دي، أنا بتصور إن بصراحة يعني جاء الدور على جزء من الشعب المصري اللي هو بيتابعها. يعني أنا بصراحة بشوف ناس بتتابعها، بتتابعوها ليه؟ هي لو كان عندها مصداقية ممكن المصريين يتابعوها، لكن المشكلة الأساسية إنها بتعرض معلومات مغلوطة، مش معلومات، شائعات وشائعات، ومفيش أي حاجة فيها مصداقية. وبالتالي حينما تجد مواطن مصري بيتفرج على القناة دي، أنا بشوف إن هو أخطأ في حق البلد. أنا من حقي إن أنا أشوف الرأي والرأي الآخر، بس الرأي ده مش رأي آخر خالص، دول ناس عصابة إجرامية وتجار دين، وما بيصدقوا يلاقوا في مثلا افتتاح النهارده تم وفي انجاز تم، فبيبتدوا يشتغلوا بنفس الطريقه اللي بتحصل من يوم ثوره 30 يونيو العائليه المجيده. وبالتالي انا مش عارفه بس الناس دي عايشه ازاي، طب ومستقبلهم ايه دول؟ يعني فانا شايفه الحقيقه الرئيس طبعا النهارده كل كلمه كان محق فيها، هؤلاء كذابين، هؤلاء ما بيعرفوش ربنا، بيستخدموا اسم الدين خطأ، وهؤلاء طبعا المفروض ان الشعب المصري، انا اتصور ان زي ما قال الرئيس الرهان على الشعب المصري. نعم. ولو تشوف سيادتك يا احمد بيه التعليقات يوم ما بتلاقي صورة من المناظر الـ يعني انا مش عارف اقول عليهم ايه دول، دول كائنات غريبة الشكل. انا عايز اقول لحضرتك المصريين واعيين جدا، مش بيطيقوا اساسا يسمعوا الناس دول. صح. يعني اللي هو غالبية الشعب المصري. فخلينا دايما احنا حزب الكنبة، احنا الشعب الاغلبية، احنا شعب 30 يونيو. وبالتالي انا شايفة ان لا يعني نهتم بهؤلاء. فيما يتعلق بقى بالتعليم، والنهاردة الحقيقة كان يوم رائع على مستوى التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي. شفت جامعات جديدة في بلدي، شفت منشآت جديدة، شفت معامل جديدة، شفت تكنولوجيا، شفت جامعة نظام تعليمي مختلف بالظبط كده. أنا زرت جامعة هارفارد وجامعة أوكسفورد وكثير من الجامعات العالمية. عايز أقول لسيادتك والله يا أحمد بأن الجامعات اللي اتعملت الجديدة لا تقل عن الجامعات الدولية في منشآتها، في برامجها، في مكانها، في الخضرة، في معاملها، في أساتذتها. يعني طبعا نقلة نوعية في التعليم الجامعي بالذات. أنا دايما بقول الوزير النشط دكتور خالد عبد الغفار عنده منهج مهم جدا وهو المتابعة. وأنا عايز أقول لحضرتك حاجة، الرئيس بتاعنا رئيس مصر الرئيس السيسي، احد اسباب نجاح المشروعات القوميه في مصر هي منهج المتابعه. الرئيس مش بيتابع يوميا واسبوعيا وشهريا، الرئيس بينزل يوم الجمعه. المفروض في كل رؤساء العالم عندهم حاجه اسمها اجازه او ويك اند، فالرئيس بينزل بيتابع بنفسه المشروعات يوم الجمعه. وبالتالي منهج عمل الرئيس انتقل الحقيقة إلى بعض الوزراء، وده اللي بينجح المؤسسة اللي بيبقى على رأسها الوزارة الوزير يعني. فأنا شايفة الحقيقة برضو في التعليم قبل الجامعي الرئيس والدكتور طبعا طارق شوقي اتكلموا عن الفرصة الثانية. الفرصة الثانية هذه إضافة هامة جدا، ثانية وثالثة إضافة لا الفرصة الثانية بتاعت الثانوية العامة. يعني الطالب سيادتك هيخش هيخش في يونيو. وبعدين ممكن يحسن يبقى في فرق شهر ويخش في أغسطس وياخد الدرجة الأعلى. صح. وبعدين الامتحانات هتبقى إلكترونية إعدادا وتطبيقا وتصحيحا، وزي ما قال الرئيس النهاردة الطالب قبل ما يخرج من الامتحان هيعرف نتيجته. أنا بس ليا إضافة
ان الامتحانات اللي هي المالتيبل تشويز والصح وخطا والكلام ده دي امتحانات قصيره. فهمني حضرتك يعني اجابتها قصيره. انا عايزه بقى اضيف امتحانات مقاليه اللي هي بقى التعبير عن الراي. لما اجيب له مثلا سؤال واقول له اكتب عن المشروعات القوميه خلال الست سنوات الماضيه في مصر، فهو هيعبر عن رايه فهيكتب. فلما هيكتب هيحتاج اجابه طويله، وبالتالي الكمبيوتر لا يستطيع ان يصحح مثل هذه الاجابات. فدي عايزين بس نضيفها في الجزئيه بتاعه الامتحانات. الحاجه الجميله برضو في الخطه الجديده للتعليم هي الطفل اللي جه النهارده. سيادتك كان في طفل في مؤتمر سابق قال للرئيس السيسي انا محتاج يعني اقترح ان يكون عندنا منهج اسمه منهج احترام الاخر في المناهج. ايوه بالظبط كده. والحقيقه الرئيس وعده انه هيتنفذ، وفي ضوء توجيهات سياده الرئيس تم تنفيذ هذا المقرر. عايز اقول لحضرتك ان هذا المقرر مش بدعه، اللي طالعين يقولوا بدعه الخونه دول. انا عايز اقول لحضرتك ان هذا المقرر بيسمى الطريق الى الاخلاق في كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبيه. وبالتالي حينما تطبق مصر هذا الفكر من بعض الدول المتقدمه فنحن نفكر عالميا ونطبق محليا. فهذا مقرر هام جدا في المرحله الابتدائيه. في مقرر تاني جديد برضو اسمه بناء الانسان في المرحله الثانويه. انا بقى عايزه اسمه بناء الانسان، عايزه بقى يعني اوفي وزاره التربيه والتعليم يا ريت نحط موضوعات بقى مهمه جدا، لان دول طلبه اولى ثانوي كبار شويه. نقول لهم مثلا معنى الامن القومي. لازم الطالب يعرف يعني ايه امن قومي. نقول لهم كيف تواجه الفكر المتطرف. ببساطه نحط لهم وحدات كده عن الشائعات. نديهم يعني بعض الموضوعات اللي هي تخلي الطالب لما يطلع الجامعه يبقى محصن ان هو ما يقابلش بعض التيارات الفكريه. لما طبعا انت عارف هيجي يخش الجامعه برضه هناك بعض التيارات بتاخده، وبالتالي كانوا بيقولوا لنا واحنا في الجامعه. ايوه كانوا بيقولوا لنا والله عشان يجيبوا الناس واحنا في الجامعه. وبالتالي انا شايفه طبعا ده مقرر مهم جدا. الحاجه كمان افندم الحاجه كمان اللي احنا عايزين نناقشها هي الموضوع الخاص بالتشريع. كانت الدكتورة ماجدة عضو مجلس النواب أشارت إن لو في فرصة تانية في الثانوية العامة فده محتاج إلى تشريع. فإذا إحنا لسه عندنا مجلس النواب منعقد لحد أكتوبر، فإذا كان فعلا في فرصة إن ناخد موافقة يبقى ده كويس، عشان لما نطبق إن شاء الله ما يجيش حد يقول إن ده في مثلا شبهة. لا بس في دور تاني، ما هو ده دور تاني يعتبر. لا 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 حضرتك، الفرصة التانية ليست دور تاني. الدور التاني اللي هو بيسقط وبيعيد. لكن الدور التاني لا، إن هو ممكن يأجل مادة أو مادتين لامتحانه في وقت آخر. الفرصة التانية، الفرصة التانية ده نوع من أنواع التحسين. يعني هو عايز يحسن. ايوه ايه اللي يمنع انه يحسن؟ ايه اللي يمنع؟ هو على فكره مش انا اللي بقول، هو طبعا هي عايز حد قانوني. التحسين عشان القانون الحالي بتاع الثانويه العامه بيقول ان الطالب يمتحن امتحان في يونيو والراسب يعيد الامتحان، لكن ما قالش في فرصه ثانيه. فدي عايزه بس دراسه من قبل بقى القانونيين او التشريعيين. بحييكي دكتور، اتفضلي. طب سريعا الحاجة الأخيرة بقى، الحاجة الأخيرة هي إن عايز أقول حاجة. اللي بيقولوا إن الجامعات الحكومية مش بتتطور وإن الجامعات الأهلية هتطغى على الجامعات الحكومية، وزارة التعليم العالي ماشية في اتجاهين متوازيين. الاتجاه الأولاني هو تطوير الجامعات الحكومية بدليل البرامج الجديدة، وفي جامعة العريش وجامعة الأقصر وجامعة أسوان، دي جامعات جديدة. وفي نفس الوقت بالتوازي معاها في الجامعات الأهلية الحكومية. وأنا أتصور أن مع إن شاء الله 2030 سوف تكون الجامعات الحكومية وصلت إلى أعلى مستوى حتى تنافس الجامعات الدولية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور.